العجله سيدي السوق طالع شويه واو الثمن كاين والمشرى اللي مشري ما كاين الثمن مليحه هو كاين الجوده واني الشاري راه قليل 24 لتر البقره هي ب 2 ملايين و20 واني السوق مشور شويه فلوس قليله قرا الناس قرا الجفاف والماء ما كاينش الثمن كاين كل شيء غالي الخروف غالي البقر غالي العجل غالي واني راه الثمن في العلف العلف اللي كاين ما كاين لا دعم لا والو الغلا كاين هذا العلف اللي قرا عباد الله الناس بغا يشريو بغا يكسبوا واني حتى الناس قروهم هذا الشيء تاع اثمنه العلف الثمن طالع بزاف لا في العجله ما راه كاينه عجله تاع الاكثر تاع كاينه مليون و 10000 درهم 10000 و 500 10000 والعجل حتى هو راه حتى المليون ونص مليون و 60 مليون و 40 الخروف حتى هو اثمنه خياليه كاينه في الخروف بزاف عمر شنا والو تيقولوا كاين شي حاجه ما كاين وما يديوش انا ما يديو تيقلبوا لا باهي من البلاد اللي هي لا علاش يقلبوا اللحم تاع البلاد والجوده علاش يقلبوا الناس ما راه داكشي ما شنا والو حنا نشوفوه في التلفازه وصافي السوق هو اللي تيلعب يا دخلات البهايم يا الناس مخبيه البهايم راه كاينه البهايم ما كاينه البهايم راه غادي يكون الثمن طالع بزاف والله يحسن عوال المسكين وصافي هذا ما نقول اسيدي السوق راه الله يجعل البركه راه داروا لي قانون كاين لامين كاين كل شيء والبهايم الحمد لله كيبيعوا الناس والا كاين عيب كيرجع المولاه على السيمانه ما كيضيع حتى حد والناس راه لهذو كاين الحمد لله ما كاين لا مضاربه لا والو لا السوق راه من الصمني من واحد مقاد الله بقرة تنبيعوا الوالد والضرار هنايا هاد الجهه هاد الجهه فيه السمين حنا راه كنبيعوا هاد الشيء اللي والد والحليب والضرار كل حاجه بثمنها كاين 300 كاين 250 كاين 280 كلها بهما بثمنها حتى المليون البقره ذره ايوا هذا الشيء اللي عطى الله ايوا الناس راه تمردوا شويه في العلف وذاك الشيء حيت المطر قليل من عند الله سبحانه الا هو ايوا العلف راه الكساب تمرد ولكن جاب الله اللحم شويه ديال السمين راه القضيه مزيانه غالي شويه لا لا هذا العام غالي البقر هذا العام حيت البقر سبحان الله العظيم ولا قليل بيع 20 ديال البراني كيجي هذا الصحراء وهذا الشيء كيديو البقر كيديو السمين يديو الدراري يديو الوالد من هنا الصحراء بحال زاكوره بحال وزازات حينت الاربعه الله يعمر هذا راه جمع جمع المغرب كل شيء الدري ديال اكادير الدري ديال الدار البيضاء الدري ديال هنا لا الجوار ديال الاربعه كل شيء الناس تيتسوقوا هنا في الاربعه اودي ما باليناش ما باليناش في السوق الا كان في الكرنه وما هنا السوق راه ما بانش فيه ما كاين والو هنا في السوق كاين غير ديالنا حنا هذا الشيء ديال المغرب هو اللي كاين ايوا هذا الشيء اللي عطى الله الناس كيسلكوا.